السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داعي عندي 3 أسئلة لك. لماذا، ما هي أهمية العقيدة؟ ولماذا تتكلم عن العقيدة؟ لماذا لا تتكلم عن الصلاة؟ ما أشبه ذلك. السؤال الثالث، هل الأنبياء كلهم لهم دين؟ أم أن دين الأنبياء كلهم واحد؟ أرجو منك الإجابة على الأسئلة الثلاثة، جزاكم الله خيرا. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال رسول الله عليه وسلم. معكم أخوكم في الله محمد بيدد. سنجيب على الأسئلة الثلاثة، ما هي أهمية العقيدة؟ ولماذا نتكلم عن العقيدة؟ لماذا لا نتكلم عن الصلاة؟ والسؤال الثالث، هل الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد أو لكل منهم دين؟ السؤال الأول، أهمية العقيدة. أهمية العقيدة أن الله سبحانه وتعالى أول شيء أمر به وتوحيد الله سبحانه وتعالى، حيث أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، باسم ربك، اقرأ باسم ربك. فيجب عليك معرفة الله سبحانه وتعالى، وقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. أول شيء يجب عليك معرفته هي معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة هذا الرب العظيم الذي هو الله سبحانه وتعالى، ومعرفة صفاته جل جلاله وأسماؤه وصفاته. السؤال الثاني، لماذا نتكلم عن العقيدة والتوحيد ولا نتكلم عن الصلاة؟ لأن بدون توحيد الله سبحانه وتعالى، لو أنك قمت الليل وصمت النهار وحججت بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منك لا صلاتك ولا صيامك ولا شيء من عبادات، إلا إذا كنت موحدا بالله سبحانه وتعالى. دليل شنو؟ الدليل، فمن يشرك بالله سبحانه وتعالى فقد حبط عمله، في آيات الله سبحانه وتعالى. معناها أن أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعل عملا أو دعا غير الله سبحانه وتعالى، أو جعل مع الله سبحانه وتعالى شريك، فأعماله كلها باطلة. فأول شيء يجب على المسلم معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء الله وصفاته، فيجب عليه أن لا يفعل أي شيء حتى يعلم ما حكم الله سبحانه وتعالى فيه. السؤال الثالث، هل الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد أو كل نبي له دين؟ دين الأنبياء كلهم واحد، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع دعوة الأنبياء وجميع دين الأنبياء هو الإسلام، والأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. معناه أن الدين الذي يروج له مجموعة من العلماء، أهدانا الله وإياهم، الدين الإبراهيم لا أساس له من الصحة، فإن دين إبراهيم الإسلام، وإن دين عيسى عليه السلام الإسلام. دين إبراهيم، قال إبراهيم في سورة البقرة، في سورة البقرة عندما كان يبني بيت الله سبحانه وتعالى، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. معناه إن إبراهيم دعا
أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم، وهو الذي سمانا المسلمون. فجميع الأنبياء على دين الإسلام. عيسى عليه السلام قال في عندما دعا الله سبحانه وتعالى: توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذا دعوة عيسى عليه السلام، دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام. وجميع الديانات لا دين إلا الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام، ولكن اختلفوا في الشرائع، كل جعلنا شرعة ومنهاجا. المنهج في كل عند كل الأنبياء يختلف، ولكن دينهم واحد وهو الإسلام. إسلامه هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. والأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى كثيرة، لا يمكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما كان رديفه على الحمار، قال له: ما حق الله على العباد وما حق الله على العباد؟ قال له ابن عباس رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. فإذا وحدت الله سبحانه وتعالى وطهرت قلبك مما سوى الله سبحانه وتعالى، إذا توفاك الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك جميعا. إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. معناه أن يجب علينا الحذر بأن لا نقع في شرك من الشركيات، كأن ندعو غير الله سبحانه وتعالى، أو كأن نحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أو كأن نتطوف بالقبور وما أشبه ذلك ونتقرب إليهم. ويجب علينا الحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.